نجتمع اليوم برعاية تربوية علمية إشرافها السيد والي الولاية تكريما لنخبة المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 والذين بذلوا الكثير من الجهد من أجل الوصول لهذه المرحلة حافظين غير مضيعين تعب طاقم التدريس. حظيت بفضل الله ومنته على تكريم من طرف رئيس الجمهورية ليتوالى هذا التكريم بتكريم آخر من طرف السيد الوالي، لهم جزيل الشكر والعرف. سر التفوق في شهادة البكالوريا يكمن بتوفيق الله سبحانه وتعالى في الأول، ومن ثم طبعا بمساعدة الوالدين وكل الطاقم التعليمي التابع لوطننا الجزائر، ولا ننسى توفيق الله عز وجل، بالإضافة إلى المثابرة والاجتهاد طيلة السنة الدراسية.